في 8 يونيو 2013، ظلت الصحف المصرية تتناول آثار الجريمة التي ارتكبها أفراد ينتمون إلى جماعة الإخوان المسلمين التي لم تجد سبيلاً للرد على تمرد المصريين سوى النار. ففي فجر 7 يونيو أقدم مجهولون بحسب المحاضر الرسمية أو عناصر إخوانية مع سبق الإصرار والترصد وفق شهود العيان على إشعال ألسنة اللهب في مقر حركة تمرد الرئيس في منطقة وسط القاهرة. حريق المقر أسفر عن إتلاف آلاف الاستمارات الموقعة التي جمعت من الأهالي وتطالب بإسقاط حكم المرشد، كما أسفر كذلك عن إصابة إحدى عضوات الحركة في أثناء وجودها داخل المقر. في المقابل سارع رجال الإطفاء المدني ومعهم عدد من الأهالي إلى محاولة إطفاء النيران، فيما أعلنت وزارة الداخلية على لسان وزيرها حينذاك اللواء محمد إبراهيم أنها ستجري تحقيقا في الواقعة المؤسفة، مؤكدة أنها شرطة الشعب ولا تسمح أبدا بممارسة الاعتداء أو التنكيل أو الحرق. وبينما كانت الأدخنة تتصاعد من مقر حركة التمرد، كان الغضب مستمراً في أروقة وزارة الثقافة. أبى مثقفو مصر وأدباؤها التراجع خطوة إلى الخلف، فيما ألقى الوزير المعين من الجماعة قذائفه في وجه الجميع، موجهاً عدداً من الاتهامات المرسلة إلى كل من طالب برحيله أو رحيل النظام. بدت الجماعة كأنها تصر على مواصلة صم الأذان، وبدا المصريون على الجهة المقابلة يصرون على مواصلة طريق الخلاص نحو 30 يونيو.